الحمد لله مكرمنا بجمعنا على الوجهة إليه وعلى التذلل بين يديه وعلى اتباع أحب خلقه وأكرمهم منزلة عنده. لك الحمد شكرا، لك المن فضلا وطولا، لا إله إلا أنت بعثت إلينا خاتم النبيين وسيد المرسلين فكنا به خير أمة، فلك الحمد يا ولي النعمة، يا دافع النقمة، يا معطي العطايا، يا كافي البلايا، يا مصلح الظواهر والخفايا. انظر إلينا في جمعنا ومن يسمعنا، فأظهر لنا فأصلح لنا ولهم كل ظاهرة وخفية، وحقق ربطنا بعبدك خير البرية، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فإن أسرار هذه العلايق والارتباطات جارية في الخلايق بأمر عالم الظواهر والخفيات وبحسب ما سبق في الأزل من تقديرات وترتيبات، يظهر أثرها في هذا العالم من خلال الوجهات ومن خلال النيات ومن خلال الرغبات ومن خلال القدوات، ثم يظهر أثرها بعد هذا العالم عند الوفاة والممات في تطلعات القلوب وفيما يحصل لها من تشوقات أو رغبات في تلك الساعة أو توجهات يترتب عليها إما حسن الخاتمة وإما سوء الخاتمة والعياذ بالله. ثم ما يكون في القبور وفي البرازخ وما يحصل بينهم من الزيارات والتلاقيات والتذاكرات، وما يؤذن لبعضهم بالصلوات وما يؤذن لبعضهم بقراءة القرآن، وما يحصل بينهم وبين من يزورهم من روابط إذا زارهم أو سلم عليهم، كلها يحكمها أساس ما كان في القلب من سر العلاقة بالخلايق على حسب الإرادة من الخالق والإرادة للخالق من هذا القلب، إرادة هذا القلب للخالق وما أراده الخالق لهذا القلب. فإذا رحم عبدا من العباد أراد لقلبه أن يكون معظما له بما يليق للعبد أن يعظم الإله الحق الواحد جل جلاله وتعالى فعلا، وعلى ضوء ذلك لا تقوم علاقة بينه وبين أصناف الكائنات إلا بحسب ما يحب هذا الإله ويرضى هذا الإله ويشرع هذا الإله ويبين هذا الإله تعالى في علاه. حتى نفسه تتهذب علاقته بها ما أحب الله وما أراد الله جل جلاله، وحينئذ تكون علاقته بطعامه وبشرابه وبأخذه وبعطائه وبأهله وبوالديه وبأصدقائه وبأصحابه وبعمله ومحل عمله، كل العلائق بحسب ما حل في القلب من العلاقة بالخالق. ما منزلة الخلاق في هذا القلب؟ ما منزلة الخلاق في هذا القلب؟ وقد قال العارفون: إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر ما منزلة الله عندك. ما منزلة الرب في قلبك؟ ربما قنعت بدعوى أنها عظيمة وأنت تعظم أمر غيره على أمره وأنت تقدم أمر سواه على أمره، لا لا ليست هذه العظمة، ولكن منزلة الله عندك إذا حلت محلها لم تؤثر عليه شيء ولم تحب شيئا إلا لأجله ولم تبغض شيئا إلا لأجله، وهذه هي العبودية التي يرتقي بها الناس عن حضيض العيشة في الترهات أو البطلات أو تلك الأوهام اللي سمعت الحديث عنها، يوهمونهم بمعاني من الراحة أو الكسل أو الركون إلى التراخي والتأخر، ويظنون أن بذلك يحصل تحقيق المرادات. وكما سمعتم هذا الوهم يقوى خصوصا في شؤون الأديان أو قل في شؤون العلاقة مع الرحمن جل جلاله. أما علاقتهم مع الدينار والدرهم لابد تتعب، لابد تبذل، لابد تلتزم، لابد تسافر. أما من أجل دين من أجله ليش تسافر؟ ليش تتعب؟
عجب، ما هذا، ما هذا الوهم، ما هذا الظن، ما هذه الخبالة العقلية؟ خبالة عقلية، خبال في العقل، ربما يسمى تقدم وتطور. تقدم وتطور إلى الخبالة، صحيح تقدم بس في الخبالة وفي الجهالة، ما هو في الفضيلة ولا في الإنسانية ولا في الكرامة ولا في الشرف، تقدم وتطور إلى الرذالة إلى الجهالة، والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويعيش فيه أكثر الناس. ومع ذلك كله فيلهث من يلهث منهم وراء شهوات نفسه لينال ما يظن ويتوهم من الراحة، فربما تعب ونصب هنا من أجلها، ثم ورد عليها وقضى نهمته فيها وشهوته ولم يحصل ما أراد، خوأ في باطنه، عدم استقرار في ضميره، يشعر بنقصان، يشعر بفوات شيء، يرمي بنفسه مرة ثانية وراء الترهات والبطالات، والنقصان يزداد والخوى يزداد، ثالث مرة ورابع مرة، وخرج ولا ذاق لذة الدنيا ولا له لذة في الآخرة، والعياذ بالله تعالى. وحسب عليه هذه اللذات التي ما سدت فراغه محسوبة عليه، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، خلاص روح، ما عاد لك الآن أدنى لذة وأدنى راح، هذيك الحسية المؤقتة القصيرة التي أفقدتك الأمر الكبير محسوبة عليك، وهي ليست بشيء، هذا زادهم وهذا ما عندهم، وكم يعيش الناس في هذا. ولكن المبدأ عند كل فطن، كل عاقل، كل لبيب، من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، مبدأ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. هذه مبادئ العقل، مبادئ الحكمة، مبادئ الحق، مبادئ الحقيقة، مبادئ الواقع، مبادئ المآل والمآب والمصير، هي نفسها هذه المبادئ. فيا ما ألذ المجاهدة والتعب في الحق وسبيل الحق، ويا ما أعجب ذلك، ولما سقي كؤوس الإيمان والصدق والمحبة، رعيلنا الأول يخاطب سيدنا سعد بن معاذ بن شيء وثلاثين سنة، بضع وثلاثين سنة، يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فنحن الآن أمام هذا العالم لا اعتبار عندنا إلا بما قلت وما جئت به عن رب العالمين، ذهبت هيبة الأمم، ذهبت هيبة الدول، ذهب الأسر من عرف القبائل والعادات، واصل حبال من شئت وقت حبال من شئت، حارب من شئت وسالم من شئت، وإنما أمرنا تبع لأمرك، نحن حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت. هذا المنهج، هذا الإدراك، هذا النور، هذا الإيمان، هذا الإسلام، هذه الرابطة. خذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما تشاء، والذي تأخذ أحب إلينا من الذي تترك، أحب إلينا ما أخذت من هذه الأموال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يا رسول الله لعلك خرجت تريد أمرا وأراد الله خلافه، فامضي لما أمرك الله، لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقرب عينك يا رسول الله، ولقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، هذا الدين وهذا الإيمان كله، ما نحن بأشد حبا لك منهم، يعني ما نحن أقوى إيمان ولا أعظم معرفة، هذا المعنى. ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلف منهم رجل واحد، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخذناه معك، يعني اعتبار الأسباب والوسائل والترتيبات البشرية تجاوزناها،
نحن إنما نقيمها بحسب سنتك وأمرك، لا يوقفنا أمام حسن الامتثال شيء من الكائنات وما فيها ومجريات الأحداث في الوجود. ولو سرت بنا حتى تبلغ برك الغباد من الحبشة، ما أقول لك أنا ولا المئتين والبضع الستين من الأنصار الذي معي، ما استعدينا، ما قلنا لأهلنا، ما خرجنا زادنا، ما عندنا فراشنا، ما نقول لك شيء. روح وراك إلى الحبشة، إلى أي مكان في العالم وراك، ما نعرف نتعلل بشيء ولا نتعذر بشيء. آمنا بك وصدقناك، شهدنا أن ما جيت به هو الحق. متى يسمع روح محمد من قلبك مثل هذا النداء؟ عمرك كم؟ وسنة بعد سنة، وشهر مولد بعد شهر مولد، متى تسمع روح المصطفى من قلبك هذا النداء لتسعد مع سعد وتدخل مع المسعودين وتنال حقيقة السعد وحقيقة الشرف والمجد هنا وفي غد؟ ولن يسبقك أهل الحضارات ولا أهل الوزارات ولا أهل الرئاسات بيمين بربي وربك الذي خلقني وخلقك وخلقهم. لن يسبقوا قلبا قابل محمد بهذه المقابلة، وسيتمنون أن يكون أحدهم حذاء في رجل صاحب هذا المقام. سيتمنى هؤلاء أهل الرئاسات والحضارات والتكنولوجيا أن أحدهم يحوز لحظة من لحظات صاحب هذا القلب وصاحب هذا المقام، ولن يجدوها. ما كل من مات منهم مقطوعا عنها لن يجد ولا لحظة من هذه اللحظات، لكنها تهب على قلوب يصطفيها الرحمن، يغرس عظمته في قلب في تلك القلوب فتحب محمدا محبة لا يدركها محبة شيء في الأرض ولا في السماء، لسر واحد، أن رب الأرض والسماء لم يقدم عليه أحد، أن رب الأرض والسماء ما أحب أحدا في الأرض ولا في السماء كما أحب محمدا هذا. فيصير هذا القلب الذي عظم الله لا يحب أحدا في الأرض ولا في السماء من الخلق كما يحب محمدا. ربه ما قدم عليه أحد وهو ما يقدم عليه أحد، ربه ما فضل عليه أحد هو لا يفضل عليه أحد. عبد، عبد عظم الله، عبد عرف الله، عبد صدق مع الله، عبد تأدب مع الله فأكرمه الله وعظمه الله. وبما يكرمه بالمعية، وهل فوقها من مزية؟ يقول هذا الذي فضلته وشرفته وأربطك به، وصلك إليه، أحشرك معه، أحلك معه في دار الكرامة، وخذ المعية، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فماذا يحصل من هذه المعاني؟ أرباب الكسل وأرباب الراحات وأرباب وسائل الراحة على غير بصيرة، على غير إدراك لمهمة الحياة ومقصود الحياة، تضيع الفرص باسم الراحات ليفوت الناس حقائق النعيم والتكريم والمجد العظيم. ما هذه راحة؟ لا والله ما هذه راحة. ولكن الراحة أن تبلغ درجات القرب من الإله الحق وتخلد في نعيم مواصلته ورضاه، وتدرك لذائذ ما أستطيع أنا شرحها، ولو جاء معي علماء الأرض ولو حضر معهم ملائكة السماء لم يستطيعوا أن يفصحوا عن حقيقة ما فيها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أيفوتك هذا؟ أتضيع هذا مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ رضي الله عن الصديق يمشي في ركب سيدنا أسامة بن زيد، هذا الذي هو يقارب العشرين من السنين، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في الستين، 61 من عمره، يمشي على الأرض سيدنا أسامة على دابته، يقول يا خليفة رسول الله أركب أو أنزل أنا؟ قال لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله. يعرف أبو بكر قيمة الحياة وفرص الحياة وراحة الحياة أين هي،
وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله. وقد سمعت رسول الله يقول: ما يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولن تمس النار قدما اغبرت في سبيل الله. فكان يمشي معه ويودعه ويقول: إذن لي. يقول: أنت خليفة رسول الله، كيف أذن لك؟ إذن لي عمر معي، فإني أحتاج للقيام في الخلافة. يقول: الأمر لك يا خليفة رسول الله. قال: أنت الذي أمرت علينا من قبله، فأذن لي. ما هذه الآداب؟ ما هذه الأخلاق؟ ما هذه المعاملات؟ ما أسرهم مظهر ولا منظر ولا صورة، عباد خلص للواحد الأحد، تربية قوية قويمة، تصفوا على يد محمد. ومن يقدر يصفي مثل محمد؟ وأي مرب يربي كزين الوجود أحمد صلى الله عليه وسلم. يا من يدعي أي مقام في فهم أو علم أو تربية، أسألك بالله، أتصدق وهما وخيالا أن معلمك وشيخك ومربيك أحسن تربية وتعليما من محمد بن عبد الله، فتحتقر أصحابه؟ تحتقر من رباهم هو؟ من رباك أنت ومن رباهم هم؟ من علمك ومن علمهم؟ استحي على نفسك، استحي من ربك. إن كان شيء عظمة لله في قلبك، تبقى في قلبك عظمة لله ومحبوب الله ومختاره، ما عرف يربي أصحابه كما رباك أنت شيخك؟ استحي من الله، استحي من الله. لا مربي في الخلق كمحمد، ولا معلم كمحمد. فإن وجد على ظهر الأرض أصحاب فخير أصحاب أصحاب محمد، وإن ظهر وجد على ظهر الأرض آل فخير آل آل محمد، وإن وجد على ظهر الأرض أمة فخير أمة أمة محمد. للنسبة إلى محمد، لا الآل بذواتهم ولا الصحب بذواتهم ولا الأمة بذاتها، لكن الله رتب ذلك بالنسبة لحبيبه الذي اصطفاه، فكانوا خير أمة به لا بأنفسهم وذواتهم، وكانوا خير آل به لا بأنفسهم وذواتهم، وكانوا خير صحب به لا بأنفسهم ولا بذواتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن هم به ألصق من غيرهم، هم به أقرب من غيرهم، هم به أربط من غيرهم، هم به إليه أقرب من غيرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولقد جالسهم وآنسهم ووادهم وكالمهم وخاطبهم وآكلهم وشاربهم ونظر إليهم وصلى بهم وقادهم وحضر معهم وتولى تربية عيونهم وتربية آذانهم وتربية أعضائهم وتربية قلوبهم وتربية أرواحهم، وكان الوحي طريا ينزل عليه فيلقيه عليه ويلقيه على قلوبهم وأرواحهم. فمن مثلهم؟ إلا إن كان مثل أحد. لا والله ما مثل أحد، فلا مثل أصحابه صحاب، ولا مثل آله آل، ولا مثل أمته أمة. فيا داخلا في خيرية هذه الأمة، لا تقطع نفسك عن هذا الخير بوهم وبخيال وبكسل وبضلال، تظل عن المحبة، تحتقر الصحابة أو تحتقر الآل، وتريد دين لم يأتي به رسول الله ولا من قبله من الأنبياء، دين ترفض فيه بعض أوامر الله وأوامر رسوله. وتاب إلا أن تطيع نفسك في هواها، لا حق للصحابة، لا حق لآل البيت، مسلم هم مسلمين وهم بشر وأنا بشر. الدين بهذه الصورة ما جابه محمد ولا الأنبياء من قبله. الدين بهذه الصورة، دور لك دين ما الإسلام، إن كان هو الإسلام تعال الإسلام، ما هو كذا. الإسلام إخضاع، استسلم. حبهم دين، بغضهم كفر، قربهم وملجأ ومعتصم. إلا المودة في القربة، والسابقون الأول مهاجرون الأنصار، هذا دين الله، هذا كتاب الله. تبغى تمحي آيات، تبغى دين بس معنا الآيات دي يمتحي، ماشي هكذا. إسلام كذا ما يجي، إسلام اللي جابه محمد ما يجي كذا. خذ أمر ربك كله، واخضع واخشع واتبع واقتدي واهتدي بالمحبة، ثم البذل والاجتهاد والتضحية، تبارك.
لأنها تنسف من دون المحبة. مهما اجتهدت من دون هذا، من دون أن يحل في قلبك محبة الله، لكن والله محبة الله ما تصح في قلبك حتى تحب محمد وتقدمه في المحبة على كل محبوب من خلق الله. ولن يصح هذا حتى يكون لأهله منزلة عندك، حتى يكون لصحبه منزلة عندك، حتى يكون لإرثه ورثته منزلة عندك. فإن لم يكن لهم المنزلة عندك أقول لك كذبت، وإن لم تصدقني اليوم فبيني وبينك الغرغرة بتاتيك، وبيني وبينك يوم الجمع الأكبر، وتعرف من الصادق ومن الكاذب. كل من لم يحبكم فهو في النار وإن أوهنت قواه العبادة. هكذا جاءنا الحديث عن الهادي، فمن ذا الذي يروم انتقاده؟ يا أيتها العقول التي تريد إسلاما بهواها، الإسلام ضد الهوى، الإسلام خضوع، الإسلام خشوع، الإسلام استسلام للحي القيوم. من قدمه قدمه، ومن عظمه عظمه، ومن أمرك بمودته وجبت مودته، ومن أمرك بمحبته وجبت محبته. تخدش إسلامك وحقيقة إسلامك باحتقار أي فرد من أفراد المسلمين عادي، فكيف تأتي إلى مصطفون، إلى مصطفين، أو تأتي إلى مكرمين، أو تأتي إلى مأمور بمودتهم على الخصوص فتحتقرهم؟ لو احتقرت أي مسلم قدح في إسلامك قدح، وصار في إسلامك عيب، وعندك من الشر ما يكفيك، بإخبار صاحب الرسالة، بإخبار صاحب النبوة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإذا أنت تحمل من الشر كفاية والعياذ بالله باحتقار المسلم العادي، تجيلة عند صفوة، تجيلة عند الأخيار، تجيلة عند المقربين، وتريد تحتقر أحد منهم وتسميه إسلام، تسميه دين، هذا إسلام لكنه ما هو لله، للشيطان، للنفس، للهوى. إسلام للهوى إسلام، الإسلام لله اللي نعرفه دين الإسلام ما هو هكذا، إلا تعظيم عظمه. يقول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأنصار الذين التفوا حوله وقاموا معه، ما لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. يجي واحد يقول ايش علي من الأنصار، أنا أحبه وأحب رسالته وخل أنصاره على جنب. لن تؤمن حتى تحبهم، وعلى قدر إيمانك تزداد محبتهم، وآله كذلك، بقية أصحابه كذلك، والسابقون الأولين أخص من هؤلاء بالنص القرآن. والإسلام هو القرآن هذا ولا شيء ثاني؟ إسلام عدو، وهو ذا القرآن اللي نزل، ذا هو اللي يميز هؤلاء. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وليك أعظم درجة. هل تريد أن تأتي بمفهوم خاطئ الناس سواسية وتقول استووا؟ أقول لك كذبت، وصدق رسول الله وصدق الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهكذا يشهد لهذه الحقيقة قول خير الخليقة الهادي إلى الدين والطريقة. أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. وين راحت الأعمال؟ وين راحت الأعمال؟ وين راحت العبادات؟ وين راحت الصلوات؟ وين راح الجهاد؟ وين راح الزكاة؟ مع من أحببت، جاهد ما شئت، صم ما شئت، صل ما شئت، تحب فسقة، تحب منافقين، تحب من يبغض أهل البيت أو يبغض الصحابة، معهم روح بصلواتك وزكاتك وجهادك، روح دخل معهم الحشر معهم. الفصل في القضية ما هو لمجرد العمل، العمل القلبي أعظم، العمل القلبي أهم، ويفصل الأمر عليه لا على أعمال الجوارح، لا على أعمال الجوارح. وإن إبليس قد سجد أكثر من سجداتك يا مدعي، وعبد أكثر من عبادتك يا مبدعي، وعبد قبلك ما هو مثل عمرك 70 سنة، وعبد قبلك 7000 سنة، وسجد في السماء حتى لا يبقى مقدار شبر في السماء إلا ولو فيها سجدة، ثم أبى تفضيل الله لآدم فحبط كل العمل. فماذا بقي من سجدات آدم سجدات إبليس لإبليس؟ ماذا بقي؟ هل يحصل ثواب سجدة واحدة؟ هل يحصل ثواب ركعة واحدة؟ وين راحت الركعات؟ راحت في كبر على آدم وعدم قبول لتفضيله. هذا دين الله،
هذا قرآن الله، هذا الإسلام، هذه شريعة. تريد إسلام على كيفك؟ تريد دين على هواك؟ هذا ما هو دين الله ولا دين محمد، هذا دين الأنفس والأهواء، يرجع لإبليس نفسه، روح معه. ولن تفيدك ظواهر السجدات ولا ظواهر القرد، صحح ما في قلبك وأقم عمل القلب في محبة الله وتعظيمه، ومن تعظيمه تعظم ملائكة، تعظم أنبياء، تعظم أولياء، تعظم الصالحين من عباده خاصة، والأمة المحمدية والمسلمين عامة. لابد يقوم هذا فيك. من دون هذا صل ما شئت واعبد ما شئت، ولا اعتبار له، لا اعتبار له، حتى يصفو قلبك عن هذا الغش الذي يكرهه رب العالمين جل جل. تريد تقلب موازينه سبحانه وتعالى وتخالف ترتيباته جل وعلا؟ أنا وأنت لا اختيار لنا في خلقنا ولا في آبائنا ولا في أمهاتنا ولا في أشكالنا، فاستسلم للذي خلق، استسلم واخضع للذي خلق جل جلاله وتعالى في علاه. والأمر لا لي ولا لك، فاعلم ذلك واجعل اجتهادك قائم على أساس صحيح من صفاء القلب، تنال أثر الاجتهاد، تنال أثر العبادة، تنال أثر الركعات والسجدات والتسبيحات. وإذا كان دون هذا مما يخبئ نور الأعمال الصالحة أو يحبط بعض ثوابها من تعلقات القلوب بالدنايا، حجب أكثر الناس من العباد المسلمين وما أدركوا ثمرة العبادة لوجود هذا في القلوب، فكيف بهذا الأصل وهو محبة من أحب الله وأمر بحبه؟ هذا هو الأصل. إذا فقد في العبادات ترجع هباء والعياذ بالله تبارك وتعالى. اسمع، عبد الرحمن بن ملجم يعبد أكثر منك، وطلع على جبهته خط أسود من كثرة ما كان يسجد، وأنا أشهد بالله بشهادة محمد بن عبد الله أنه أشقى هذه الأمة. قل لي لماذا وهو سجاد؟ قل لي لماذا وهو عابد؟ قل لي لماذا؟ الخبر من عند محمد. أتدرون من أشقى الأولين ومن أشقى الآخرين؟ من يا رسول الله؟ الأشقى الأولين عاقر ناقة نبي الله صالح، قدار، هذا من قوم صالح، إذ انبعث أشقاها، هذا أشقاهم. واللي مش هذا أشقاهم، الباقيين مثله في الكفر، في الأعمال يمكن بعضهم أخبث منه، لكن تجرأ على مقام نبوة، تجرأ على مقام رسالة، استهان بآية الله وعقر الناقة فكان أشقى القوم كلهم. فإذا هذا بالتجري على الناقة وقع أشقى القوم، العباد ذا عبد الرحمن بن ملجم تجرأ على إيش؟ ما هو على ناقة، تجرأ على باب مدينة العلم، تجرأ على من هو عند الرسول بمنزلة هارون من موسى. فراحت العبادات، أشهد بالله أنه أشقى هذه الأمة بشهادة محمد. خذ هذه الموازين ولن تجد في القيامة غيرها، ولن تجد في البرزة غيرها، هي كما قال الله ورسوله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذهبت العبادات والطاعات بتجرؤه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبالتلبيسات والتدليسات، قال لمن يسمعه هذا بدل وهذا غير وهذا ابتدع وهذا قال وهذا قال وهذا قال، حتى الذي كان يستفضع عمله خف عنده الأمر وساعده على الأمر ليدخل في الشقاء الأكبر. وهل ينفع النسك الشقي ابن ملجمي؟ هل ينفع النسك الشقي ابن ملجمي؟ ماذا فقد؟ فقد المحبة، فقد التعظيم. لو كانت عظمة الله ثابتة بصحة في قلبه ما قدر أن يتجرع على علي بن أبي طالب، ما قدر أن يستهين بأحد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لكنه الشقاء، ومن يريد طريق الشقاء فهو هذا، هذه الشقاوة والعياذ بالله تعالى. عدم معرفة القدر لأهل القدر عند الله، عدم قبول إرادة الله فيما أوجب لعباده وفيما فضل بعضهم على بعض،
سبحانه وتعالى. فالإسلام كمال الاستسلام، وإذا قام هذا الأساس وتبعه الاجتهاد فبشرى لكل مجتهد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وارفع نفسك من الأساس هذا إلى أنواع التعلقات الأخرى بالكائنات على غير بينة، فصف قلبك منها ولا تعظم إلا ما عظم الله. ليس المال عظيما فلا تعظمه، ليست رئاسات الدنيا عظيمة فلا تعظمها، ليس ملك الدنيا عظيما فلا تعظمه. القيام عظيم من أجل الله، السجدة في الخلوة مع خضوع القلب للرحمن عظيم، قراءة القرآن عظيمة، عظم ما عظم الله، مجالس الخير عظيمة عظيمة عظمها، المناظر السيئة ليست عظيمة، المناظر القبيحة تفقدك نور والإيمان وحلاوة الوجه إلى الرحمن، ابتعد عنها. أقم الميزان وقوم علائقك على ما يحب خالقك، تجد اليسير من العمل يرفعك ويضاعف خيره وتذوق لذته. يا رب وفقنا وانظر إلينا، وبذكرى ميلاد نبيك اجعل حقائق الإيمان بك والتعظيم الخالص لك تمتلئ بها قلوبنا وتتولد في سرائرنا وأرواحنا يا الله. يسري إلينا علم فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. يا مجيب الدعوات، نظرة من نظراتك لأهل محضرنا ومن يسمعنا ومن تعلق بهذه المحاضر، نمسي وأنت إلى قلوبهم بعين الرحمة واللطف ناظر، بما نظرت به إلى قلوب الأطاهر الأكابر. يا الله يا الله، حقيقة لا إله إلا الله تتحقق بها قلوبنا، ويطيب من معناها مشروبنا. يا الله يا الله، كم تتولد من أنوار الحق والحقيقة في قلوب من شئت من الخليقة، بالاتصال بحبيبك محمد المبعوث إلينا بأقوم طريقة. فيا الله، بما بينك وبين هذا الحبيب لا تحرم هذه القلوب نقاء وطهرا وصفاء، وأحل في أعماقها عظمتك وإجلالك وإكبارك، حتى لا تحب إلا من أجلك ولا تبغض إلا من أجلك. يا رحمن يا مطلع على الجنان، يا عالم بمخفي الضمائر ومكنونات السرائر، يا عزيز يا قادر يا كريم يا غافر، اغفر لنا جميع الصغائر والكبائر، واعفو عنا واعفو عنا واعفو عنا، واغفر لنا وارحمنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله، ارزقنا صفاء الفؤاد والجد والاجتهاد والقرب منك يا جواد. يا الله يا الله يا الله، يا حاضر يا سامع، أنت سعيد بنداء هذا الإله.
ما أقربه منك، ما أتباعدك عنه، ما أقربه منك، ما أتباعدك عنه، ما أقربه منك، ما أتباعدك عنه. فتقرب فتقرب وتطيب وتشمم إلى نيل معروف، وقل له وهو يسمعك: يا الله يا الله يا الله، ما أقربه منك، ما أقربه منك، مع تباعدك يا هذا، مع تباعدك يا هذا. فانهى نفسك عن التباعد وتقرب إلى الكريم الواحد وقل: يا الله، قل: يا الله يا الله، نبيت الليلة وأنت عنا راضي، نبيت ليلتنا هذه وأنت عنا راضي. يا الله يا الله يا الله يا الله، نسعد برضوانك رضا يزداد في كل آن يدوم أبد الآبدين. يا الله يا الله يا الله، رضا يا الله رضا، والعفو عما قد مضى. يا الله رضا يا الله رضا، والعفو عما قد مضى. يا الله رضا يا الله رضا، والعفو عما قد مضى. يا الله رضا يا الله رضا يا الله، بتوبة والقبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في ذكرى ميلاد حبيبك أكرمنا يا رب، أكرمنا يا رب الكرامات الكبيرة التي تكرم بها محبوبيك ومحبوبي ومحبيك ومحبي من قوم تحبهم ويحبونك. نزهت قلوبهم عن التعلق بمن دونك برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.